وسط هذه الظروف التي لا يتيق عليها البشر العادي، تعيش سعاد وشقيقها المصابان بمرض فقر الدم ببن عزوز في سكيكدا، فيما يقاسمهما إبراهيم نفس الأوضاع. يحكمني ستار ما نقدرش نروح نقرا، وكش توصل الامتحانات ما نروح الساعه يسخلاه ويدبلوني ما نطلعش كشغل في المراحل. ستار كان ديما يحكمني في البرد، ولا في اوقات يجي هك اوقات يروح، كنت ديما ماشيه بالدواء. نتمنى اني نرتاح ويروح عليا المرض هذا ونولي نقرا كصحاباتي وان شاء الله نطلع حيل. هاني تصفية دياليز دم ليه شكارات الدم تجيبها لتساول، روح جيب لي تبرعولك، روح دير روحك. وكاين كاين ولاد فاميلا يقفوا معانا كاينين. عدم التكفل الجيد بهذه الفئة مع ظروف العيش هذه جعلت دموع الرجال تسقط لا إراديا، وعندما يبكي الرجال فالأكيد أن الهموم بلغت الجبال. ما نجمهمش نذم لليمية، لازم تكفل عيني ياسر، ما نقدر لهمش لا في دواهم لا في مصرفهم، ما نقدر لهمش وانا بطار. أعطاني خويا بيت راني ساكن بيهم، الدار كاملة زادت تحلت الترنيت هذي، هرب بيهم جدهم الواحد المكان معين بحدانا، هذاك الشيء اللي كاين. أنا لا غالب ما نقدر لهمش الدراري، خاطر في البرد هذا يزيدوا ينضروا، يزيدوا ينضروا، راه تحكمهم ستر ما يعلم بهم ربي سبحانه. الوضع الذي تعانيه هذه الفئة بولاية سكيكدا التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا في هذا المرض،